أنا أمجاد الشهراني من جامعة الأميرة نورة. طبعاً في اليوم الثالث استفدنا كثير من المعلومات، بحيث أن في اليوم الأول كنا كثير نجهل معلومات من ناحية مشروعنا، لكن من خلال الوركشوبس وأيضاً من خلال المستشارين أصبح لدينا معرفة كثيرة في مشروعنا. صراحة كثير واجهنا عقبات في مشروعنا، خصوصاً من اليوم الأول إلى يومنا هذا، لكن فضل المستشارين غطوا لنا هذه الثغرات، وضحوا لنا كيف نكون واثقين بمشروعنا أمام لجنة التحكيم، وأيضاً كيف نعرض مشروعنا بكفاءة عالية، وكيف نقدم المعلومات بحيث أنها تكون كافية ومختصرة أمام لجنة. أكيد كان في صعوبات في تطوير الفكرة في وقت قصير، لكن آراء الاستشارين أو المستشارين كانت مرة مفيدة. أدونا آراءهم من جوانب مختلفة، وكانوا عون لنا. جينا من جدة، وصراحة ما شاء الله انبهرنا بالشغل الموجود هنا، طريقة التنظيم كيف كانوا كويسين معانا. بالنسبة للإعلام والتغطيات، المستشارين كيف قدموا لنا حلول، وسعت آفاقنا، وسعت كيف إنه بنطالع الفكرة ونقدمها. حقيقي مرة شاكرين إن جينا وقدمنا دي الفكرة. طبعا اليوم كان جميل ان شاء الله، وكان يعني من بدايته لنهايته كانت حاجات كثيره ما وضحت معنا من البدايه، واليوم ان شاء الله وضحوا لنا المستشارين كل المعلومات اللي تخص المشروع، وكل المعلومات اللي تخص الموديل بشكل عام، وكيف راح نحل المشاكل بطريقه ابداعيه. يعني هذا اللي ممكن ساعدنا بشكل كبير. يعني